محمد مزيان تلميذ مستمد، لكن ما خاصو حتى حاجه احمد. عندما انا وفر عليه كل شيء، لابس واكل، اي حاجه تبغى احمد سنعطيها ليه، نعطيه الحنان ديالي، اي حاجه كل شيء موفرها لحمد. محفظه شريها ليه ب 3000 ريال، الكتب، كل شيء كل شيء عند احمد. تم حدا لا صار تيمشي للاصل، لا صار احمد. واه قال لكم ماما نتنافس الصباح فطرنا كون ديال الله نمشيو للسوق، واخا ماما يلا نمشيو كنا غادي شو كما ماما انا ما نمشي صافي غير قدير لي داك الشيء اللي بغيت، انا غادي نمشي نرجع للدار. هو رجع للدار مشيت انا وخوتو تقدينا داك الشيء اللي خصنا، تقديت ليه الكتب ديالو، تقديت الخضره ديالي، جينا للدار انا وخوتو حلينا الباب دخلنا لقاه خو مشنوق. الناس تيقولوا على لا بان احمد ما لقاش مسكين حتى فاش يقرا الكتبه وهكا داكشي باش انه خمم ينتقل. لا هادشي غير كذوب، ما كاينش هادشي منو حتى حاجه. اذا احمد كان عنده كلاش، كلشي احمد كان عنده، كلشي احمد عنده، كلشي موفر له، خاصو حتى شي خير.